بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق السراج المنير المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نكمل اليوم حديثنا في السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن البعثات التي أرسلها النبي لنشر الدعوة الإسلامية في السنة السادسة من الهجرة. فقد كان رسول الله رجلاً عسكرياً على أعلى مستوى من الكفاءة، وقد ظهرت هذه القدرات بعد أن انتشرت التحالفات والمؤامرات على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، وأصبح هذا التهديد يمثل خطراً على الدعوة. ماذا يفعل ثمامة؟ إنه يطوف حول البيت مثل ما يفعل المسلمون. نعم هو كذلك، يفعل فعل المسلمين. إنه يصلي أيضا. لقد أصابه الجنون لا محالة، هيا نذهب إليه ونتحدث معه. ماذا تفعل يا ثمامة؟ يا سيد بني حنيفة، كما ترى أقوم بالعمرة لله رب العالمين. هل سبقت يا رجل؟ أكفرت بديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ بل أسلمت لله رب العالمين وآمنت برسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هل جننت يا رجل؟ واعلموا يا أهل مكة أنه لن تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنع عنهم ثمامة المحصول الذي كان يورده لهم،
وجعلهم في حصار كبير حتى خوت مكة من الطعام، وكادت أن تضرب المجاعة بين أهلها، وضاقت بهم المطاعم. ماذا نفعل يا سادة قريش؟ فقد فاض الكي وخويت البيوت من الطعام. ماذا فعلت بنا يا ثمامة؟ تمنع عنا الطعام؟ تريد أن تمرغ أنوفنا في الوحل لنذهب لمحمد خاضعين أذلاء؟ ماذا نفعل يا قوم؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نذهب مرة أخرى إلى ثمامة، علّه يرجع إلى رشده ويورد لنا ما تخرجه أرض اليمامة من خير كما كان يفعل من قبل. لقد ذهبنا قبل ذلك ولم يجدي نفعا. نفعلها آخر مرة، قد يرق قلبه حينما يعرف ما وصل إليه أهل مكة، فنعتذر له عما أغضبه. نعم. يا ثمامة، تقبل اعتذارنا، فنحن لا ندرك ما نفعل. لقد ضاق بنا الحال، ولم يعد في مكة كلها حبة حنطة. أهلنا يتضورون جوعاً يا رجل. ليس لدي ما أقوله غير ما قلت، والله لن تصلكم حبة حنطة من اليمامة إلا بإذن رسول الله. أنت مصمم على أن تمرغ أنوفنا في التراب يا ثمامة؟ ليس لدي ما أقوله. فلنذهب إلى محمد ونطلب منه أن يأذن لثمامة بتوريد الطعام، ليس هناك حل آخر. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. فلنذهب إلى محمد. يا محمد، نحن أهلك نستنجد بك، بيوتنا خوت من الطعام، أطفالنا جوعى، نسألك الله والرحم أن تجعل ثمامة يصدر لنا الحنطة، وقد اشترط إذنك والسماح بذلك. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن ارحم قريشا. وهكذا يعلمنا رسول الله في هذه القصة الكثير والكثير من الدروس التي نتعلم منها في حياتنا، حيث وجدنا رسول الله رحيما مع شخص أراد قتله، فينشرح صدره ويصح إسلامه ليكون سببا في نصرة الإسلام، ثم يسمح بتوريد الحنطة لأعدائه من المشركين رحمة بهم وصلة للرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ يا رسول الله، إنا نطلب الثأر للشهداء من بني لحيان، فقد قتلوا من قتلوا من الصحابة بدون حساب ولا عقاب، وإنا لنخشى أن تضيع هيبة الإسلام فتتكرر فعلتهم، وفي هذا ردع لكل من تسول له نفسه أن يقدم على مثل هذا الفعل مع المسلمين، وإنهم والله لن يردعوا إلا إذا أظهرنا لهم
بأسا شديدا وصلابة تظهر في وجه كل معتد أثيم، تقذف الرعب في قلوبهم المليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين، وترد كيدهم في نحورهم. وافق رسول الله على الخروج إلى بني لحيان لوضع حد لما يقدمون عليه من قتل للمسلمين، ويأمر بتجهيز 200 من المقاتلين، وسوف يكون رسول الله على رأسها بنفسه إكراماً للشهداء. وكان من عادته إذا خرج من المدينة أن يترك من يقوم بإدارة شؤون المسلمين حتى عودته، وقد ولى على المدينة هذه المرة ابن أم مكتوم. إن سعادتي لا توصف اليوم، لأنني سوف أخرج في سرية على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إنها سرية مباركة يا أخي، فهي قامت ببركة الشهداء الأبرار، ويقودها رسول الله، فسنكون في صحبته دائما بإذن الله. إن لو كتبت لي الشهادة في هذا اليوم سيكون لي شرف الشهادة وشرف صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانطلق جيش المسلمين في سرية على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله يأمر بالاتجاه ناحية الشمال. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد أمر رسول الله بالاتجاه إلى الشمال. هيا إلى الشمال يا رجال، هيا بنا. لماذا يتوجه رسول الله إلى الشمال ولحيان في الجنوب؟ لا أدري، ربما قرر رسول الله أن يتجه إلى الشام للقيام بمهمة سيخبرنا بها لاحقا. لديك كل الحق، فرسول الله لا ينطق عن الهوى، إنما هو يوحى إليه. إن محمدا وأتباعه لن يصبطوا مهما طال الزمن على قتلنا لأصحابه، وسوف يكون الرد قاسيا علينا. نعم، خصوصا بعد أن اشتد عودهم وكثر عددهم وذاع صيتهم بين القبائل. وما العمل إذن؟ لقد أخبرتنا عيوننا أن محمداً خرج بجيشه متجهاً إلى الشمال، لكننا لا نأمل مكره، وربما عاد إلينا في وقت آخر. علينا إذن أن نستغل هذا ونخرج بعض إبلنا وغنمنا إلى الجبال، ونترك من يحرسهم حتى إذا جاء محمد هربنا في خفة إلى رؤوس الجبال الشاهقة، فلا يدركنا محمد وننجو بأنفسنا. وفجأة يأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بالانحراف ناحية الجنوب في مناورة عسكرية لتمويه الأعداء، فإن كان لهم عيون سيصلهم الخبر أن رسول الله يتجه إلى الشمال مبتعداً عن لحيان، ثم يباغتهم فيفاجئ العدو بجيش المسلمين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد أمر رسول الله بتحويل مسار الجيش
إلى الجنوب حيث بنوا لحيان. هيا إلى الجنوب جمعاً وطاعة. هيا بنا إلى الجبل. لا أفهم ما يحدث. أما زلت لا تفهم يا رجل؟ إن رسول الله قام بحركة تمويه حتى لا ترصدنا عيون الإحيان فنباغتهم بغتا. إنها حقا لعبقرية عسكرية غير مسبوقة بين العرب. اللهم اكتب لنا الشهادة يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين على أعدائك من المشركين يا رب العالمين. اللهم آمين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعسكروا في البلدة، ثم أرسل السرايا لتعقبهم بين الجبال وإرهابهم أينما يكونون. واستمرت هذه السرايا واحدة تلو الأخرى للبحث عنه دون جدوى. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعصرات الجنة.